والله بالنسبة لكثر الكلام عن العلاج الروسي، العلاج الروسي كما تعلمون اليوم احنا هناك لجان علمية، اللجان العلمية قررت هذا العلاج. هذا العلاج بدأ يصنع بالعراق، وإن شاء الله نهاية الأسبوع القادم سيتوفر في مؤسساتنا الصحية. بالنسبة للقاحات أيضا اللجان الخاصة من الأطباء الاستشاريين في مجال الصحة العامة والأمراض الانتقالية درسنا هذه اللقاحات، وكما تعلمون لحد الآن لم يعلن عنها رسميا ولم يقر من قبل منظمة الصحة العالمية، ولكن وزارة الصحة من قبل لجنة الخبراء والمستشارين في وزارة الصحة هناك تواصل مع هذه الشركات وتواصل مع اللجان العلمية المختصة في منظمة الصحة العالمية. إذا وجدنا أن هذا اللقاح فعليا تم إنتاجه سيكون العراق أول بلد سيدخل هذا العلاج. باقي العلاجات اللي هي الأكتمرة والعلاج ما يسمى بالروسي، طبعا وهذا العلاج موجود أساسا وكان يستخدم ببعض الأنواع الفيروسات الإنفلونزا، والآن وصلت المواد الأولية وبدأت المصانع العراقية بتصنيعها. عطفا على ما ذكر السيد النائب بالنسبة لمعمل سامراء، وجهنا الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية الاعتماد بالأساس على معامل وزارة الصناعة، معمل سامراء والمعامل الخاصة بالعدد الوقائية، وتقريبا عقود وزارة الصحة توجهت إلى القطاع العراقي بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية المنتجة في العراق.